مساء الخير واهلا بكم مشاهدينا في لقاء خاص جديد. معنا اليوم تجربه لصعيديه داخل الحكومه المصريه. بحماسها منقطع النظير تولت وزاره بلا هيكل تنظيمي او اداري او حتى ميزانيه. الحماس والخبره الدبلوماسيه جعلوها عند حسن ظن القياده السياسيه. خاضت معارك كبيره مع كيانات مصريه خارجيه ما كانتش سهلة، ورهنوا على فشلها إلا أن النجاح كان دايما حليفها. تجربة إرادة وتحدي لامرأة مصرية. معنا اليوم الأم والزوجة والوزيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين في الخارج. أهلا بك معانا. أهلا وسهلا. معالي الوزيرة، المصريين في الخارج اللي خايفين يروحوا يدوا بياناتهم الشخصية لسفارات، حضرتك فسرتيها وكتير من الناس فسروها بأنها أزمة ثقة. طيب ازاي ممكن يعود المصريين في الخارج انه يثقوا في الدولة، انه مش بس بياناتهم، لا كمان احنا محتاجينهم في امور اكتر من كده بكتير. احنا محتاجين اللي عنده علم محتاجين علمه، اللي عنده اموال محتاجين انه يضخها، ومفيش كيانات اخرى او من يستهدفون الوطن في المرحلة اللي جاية ان هم يستخدموهم. هتتعاملي ولا هتوجدي آلية لإعادة الثقة من خلالك شخصيا، ولا لازم الدولة كلها تبقى بتعيد الثقة مرة أخرى للمصريين؟ مبدئيا عودة وزارة الهجرة للحكومة المصرية دي خطوة جادة لعودة الثقة، إنما لازم شغل بعد قرار الجمهوري بعودة هذه الوزارة. حاجات كتيرة لازم تتعمل، وزي ما قلت الأحداث اللي حصلت دي الحقيقة ادت رسالة جيدة للمصري في الخارج، مش بس في الخليج، انما رسالة لكندا وامريكا واستراليا انه الدولة بتتجه بانظارها للمصري في الخارج بوجهة نظر مختلفة شوية. المصري ما شافش وكيل الوزارة ولا مدير مكتب الوزيرة هو اللي راح عشان يشوف المصريين، لا، شاف الوزيرة نفسها طلعت جابت الجسامين، جابت المصابين، راحت للطلبة المصريين في السودان. كل حاجات دي جديدة شوية عليهم، عشان كده ابتدى عامل الثقة يعني يتغير شوية. ابتدينا بعد كده هوت نشوف مطالب المصريين. انا قبل احتياجاتهم انا عايزة اثبت لهم ان انا جاية لهم، انا مش جاية عشان اخد منهم، انا لازم اقدم شهادة ثقة. مظبوط كده هوت. فلازم الدولة تبتدي ان هي تعمل حاجة ليهم. ايه المطلب الرئيسي للمصريين في الخارج؟ السيارة. ايه السيارة؟ داخل ان هو ينزل العربية بإعفاء جمركي، هو ده طلبه الوحيد. هو كمصري في الخارج بيقول لي انت كدولة عملت ايه الميزة اللي اديتيهاني مؤخرا؟ اديتيني ان انا انتخب واديتيني هذا الاستحقاق، انما انا ايه الميزة اللي انا اخدها؟ فمن كل مقابلاتي مع الجاليات، وطبعا يعني المصريين في الخارج معتبرين ان ادلاهم باصواتهم دي مصلحة مش ليهم. لا، مش حكاية مصلحة، هم شايفينه حق، وحق كان لازم يكون موجود من البداية، إنما هو عايز حاجة شخصية، حق مش مستفيد بيه، حاجة شخصية، ميزة الدولة بتأديها له. فكل مقابلاتي مع الجاليات في الخارج طبعا، ومن خبرتي طبعا السابقة في وزارة الخارجية، أنا عارفة كويس جدا إنه مش التأمين الصحي ولا المعيش، هو عايز العربية. فلما بينزل هو عايز عربيته معاه، مش عايز يشتري من هنا، وعايز عربيته اللي كان سايقها تبقى معاه، فعايزها بدون إعفاء. فعملت لجنة مشكلة من المالية والجمارك والتجارة والصناعة والبنك المركزي والداخلية والخارجية، وقعدنا شهر ونص بنقدح زمام فكرنا على هذا الاقتراح من المصريين في الخارج، وعملنا كذا سيناريو. كل ما نعمل سيناريو يحصل قرارات جديدة، يعني تعويم الجنيه فنرجع لنقطة البداية، وعمالين نعمل في تدريبات ازاي ان احنا نلبي احتياج المواطن، ولكن في برضه مخاوف الدولة او وزارة المالية او الداخلية من ان يكون في اعفاء جمركي لسيارات المصريين في الخارج ايه؟ يعني اولا عايزة اقول لحضرتك في تجار عربيات، في ناس بتضحك على المصريين في الخارج وتقول له هات عربيتك وتعمل بعد كده شغل غير شرعي في الدولة. لازم الحاجات الأمنية طبعا الدولة دي يعني تاخد بالها منها، إنما زي ما أنا كنت بقول ألبي احتياجات المواطنين وأحمي مصالح الدولة. عشان كده الداخلية موجودة، وعشان كده الخارجية موجودة، عشان كده كل الأجهزة اللي في الدولة معنية بموضوع إعفاء جمركي للعربية لازم تكون معايا موجودة وأنا بعمل التدريبات دي. ربطنا الإعفاء الجمركي بالتحويل النقدي
عبر القنوات الشرعية معنا، عبر البنوك الوطنية، عشان أنا عايزة كمان أشجع التحويلات النقدية للمصريين. فقسمنا العربيات شرائح وقلنا على كل شريحة هيبقى مبلغ من الدولارات يتم تحصيله خلال سنة عبر هذه البنوك، وبالتالي ياخد هذا المصري الحق في نزول عربيته وبيعها. المنتج ده اللي احنا عملناه على بس ده هيدي ميزه للمصريين في الخارج على المصريين في الداخل. يعني انت ممكن تواجه مشكله اكبر. لا طبعا، في ان الاسعار العربيات بدون اعفاء جمركي فرق شاسع. على فكره انا في اللجنه دي مش بس ان احنا عملت الواجب بتاعي مع هذه العناصر او هذه الجهات، انا جبت خبرات الخارج، جبت سفاره المغرب وتونس والجزائر، والثلاث دول بتمنح مواطنيها الاعفاء الجمركي للسيارات، واستعنت ايضا بخبراء الاقتصاديين هنا في مصر. طبعا في المصري في الداخل يقول طب وانا كمان، بس انا لما عملت شهاده بلادي الدولاريه انا عملتها للمصري في الخارج فقط مش للداخل. بس ما كانش في اقبال عليها بالشكل اللي انت كنت متوقعه. كل الناس دائما تدي هذه يعني الرساله السلبيه، بالعكس انا عايزه اقول لك انه المصري في الخارج مؤمن بهذه الشهاده وفي تحصيل جيد جدا لهذه الشهادات، يمكن عشان البنك المركزي ما بيقولش قيمتها وصلت لايه. طب حضرتك تقولي قيمتها وصلت لايه؟ القيمه عند البنك المركزي مش عندي انا، مش انا اللي بحصل، هو اللي عارف. انما الحقيقه احنا عندنا مشكله في مصر ان احنا ما بنعرفش نسوق. بمعنى ما ينفعش ان انا في كل جولاتي انا الوحيده اللي اتكلم على شهادات بلادي الدولاريه. بروح وبروح معايا وفد من البنوك وبسيب حتى عناصر من هذه البنوك هناك عشان يكملوا الواجب بتاعي، انما لابد انه يكون في اتجاه من الدوله كلها للترويج لهذه الشهاده، لان هذه الشهاده اولا اعلى سعر فايده ومخصصه للمصريين في الخارج، وفيها على فكره هي شهاده مش بس ان هي استثماريه، دي شهاده وطنيه، عشان كده انا اطلقت عليها اسم بلادي لانه اول كلمه في النشيد الوطني، فهي اسريه اجتماعيه وطنيه فيها كل حاجه وفائدتها كويسه جدا. بس المصري في الخارج بيعتقد ان دي وسيله اخرى، زي ما الدوله قبل كده طرحت اراضي المصريين في الخارج بالدولار بسعر اعلى بكتير للمصريين في الداخل، بتحس ان الدوله بس هدفها انها تستغله ماديا. حلو، ميرسي على السؤال ده. الدوله ما بتستغلش المصري في الخارج ماديا. الدوله احنا عملنا شهاده بلادي ليه؟ لانه ساعه ازمه الدولار ظهرت مبادرات على الساحة من المصريين في الخارج، مبادرة المية دولار والمئتين دولار والتلتمية دولار، كلهم عايزين يساعدوا بلدهم. إنما الدولة بتحمي مواطنيها في الخارج. أنا ما أعرفش مين اللي بيجمع المئتين دولار دول، ولا بتروح لمين، ولا هتوصل مئتين دولار، ولا هتوصل مية وخمسين دولار. ده إحنا عملنا شهادة بلادي استجابة لمطلب المصريين في الخارج اللي عايزين يساعدوا بلدهم بدولار. مش بس كده، ده إحنا قلنا لهم أنت كمان مش هتساعد بلدك، ده أنت هتاخد عائد على مساعدتك لبلدك. فهي مش استغلال. في دول الخليج خلينا نتكلم تحديدا، كان المصري عنده احساس بان حقه مهضوم، مفيش جهه شرعيه تدافع عن حقوقه اذا صاحب العمل، وحضرتك عارفه بقى الكفيل وامور كتيره مع صغار العاملين، مش هتكلم على العلماء ولا رجال الاعمال. في فرق ما بين المهاجر غير الشرعي وما بين المصريين اللي في الخليج. المصري اللي في الخليج عشان اشوف ايه اللي اهدر حقوقه لازم اشوف هو بدا ازاي. في مصريين للأسف بيلجأوا لمكاتب تسفير غير معتمدة من وزارة القوى العاملة، وبالتالي بيطلع بعقد أبيض مش مكتوب فيه ساعات العمل، ومش مكتوب فيه المرتب، ومش مكتوب فيه التأمين، ومش مكتوب فيه أي حاجة، وبيبقى عايز يسافر عشان يسافر. ده اللي بيقع تحت استغلال البعض في دول الخليج. مشكلة الكفيل مشكلة احنا ما نقدرش نلغيها، لانه ده نظام دولة ونظام مملكة، ولكن انا احمي نفسي قبل لما اطلع. بمعنى انه انا ابعرف العقد بتاعي وموثق من وزارة القوى العاملة واضح فيه كل الشروط وكل الواجبات. انما شيء طبيعي، واحنا في النهاية كلنا بني ادمين، ممكن يحصل طبعا خلاف ما بين الكفيل حتى لو العقد شرعي. في هذه الحالة المواطن بيلجأ طبعا لسفارة الدولة اللي موجود فيها. والحقيقة حصل ان وزارة الهجرة تدخلت في كذا مشكلة مع مواطن مع كفلة اخرها الصيادين بتوع السعودية ورجعناهم. فبالعكس المصري متهيألي في الوقت الحالي في منطقة الخليج يعني فكرة الكرامة اللي كانت الثورة ده اساسي في هدفها، ان المواطن المصري عايز يشعر بكرامة مش بس في بلده وخارج بلده، وان الدولة بتتحرك له لما تحصل عنده اي ازمة. الكرامة انا اللي بعملها لنفسي، انا مواطنة مصرية بسافر في الخارج،
انا سفيرة بلدي في الخارج، انا اللي بضع كل يعني بحترم قوانين دول الدولة اللي انا معتمدة فيها، بحترم ساعات عملي، انا كرامتي محدش يقدر، انا مصرية في الخارج. ما اقدرش اقول اين كرامة المصري في الخارج، الدولة فين هي اللي بتحمي كرامتها؟ انا اللي بحمي كرامتي. الدولة بتدخل لما حضرتك بتقعي في مشكلة، وحتى لو كنت مخطئة، وده حصل في بصمة الحج في السعودية وحصل في الهجرة غير الشرعية، تمام. الدولة بتدخل وتحمي مواطنيها. هو إنما ده كان سؤال. محدش يقول إنه كرامة المصري من دولته، كرامة المصري هو بيعملها من احترامه لنفسه مبدئيا في هذه الدولة، ومن احترامه لساعات العمل. إنما لو حصل وشيء طبيعي إنه بيقع في مشكلة في الخارج، الدولة بتدخل على طول عشان تبقى واقفة ورا هذا المواطن. طيب لو افترضنا ان في 8 مليون مصري موجودين في الخارج، حضرتك تقدري تقولي ان كام منهم موجود بشكل شرعي وكام موجود بشكل غير مقنن وغير شرعي؟ شرايح المصريين في الخارج مختلفة. الأكثرية الغير شرعية طبعا جنوب أوروبا، إيطاليا واليونان. إنما اللي موجودين في منطقة الخليج هم كلهم بيروحوا بعقود عمل، بس طبعا ما تقدريش تحكمي لأنه غير شرعي، أنت أصلا ما عندكيش إحصائية بالشرع. الغير شرعي مش ممكن تعرفي، مش ما تقدريش تعرفي العدد كام. إنما من الشرايح اللي موجودة أغلبية المهاجرين غير شرعيين في جنوب أوروبا. طيب هتتعاملي مع المواقف لمواطن موجود في دولة بشكل غير شرعي وغير مقنن وحضرتك وزيرة رايحة تدافعي عن أبسط حقوقه؟ المواطن غير الشرعي حتى لو وصل هذه الدولة هو غير شرعي، هو مصري برضه، إذن في حمايتي يعني. ودي الحقيقة مهمة جدا أن أنا أقولها للمشاهدين، وحضرتك مهاجر غير شرعي في البلد ما تخافش تروح سفارتك. أنا لما كنت بشتغل في إيطاليا ما كل شغلتي كانت مع المهاجرين غير الشرعيين، أنا ما كنتش بشتغل مع شرعيين خالص. اللي رمى باسبوره، اللي عايز يستخرج شهاده ميلاد، خلاص انا وانا في الخارج انا ماليش دعوه هو وصل وصل. انما طالما هيدخل سفاره بلده حقه الدستوري، ده داخل بيت بلده، بيت وطنه، بيته، انا ملزمه ان انا ساعده، مش هقول له انت مهاجر غير شرعي ماليش دعوه بيك. فحتى لما بيكون مهاجر غير شرعي الدوله برضه بتقف جنبه. مهمتي انا كوزيره مصريه انه انا احمي ابنائي كلهم في الخارج من هذه الاضطهادات. من خلال ايه؟ من خلال دورات الامن اللي انا بعملها، من خلال سفريتي. انا على فكره لما بسافر وبتكلم مع الجاليات في ناس بتبقى مش فاهمه، يعني انا لما رحت اخر زياره ليا كانت لاستراليا ونيوزيلندا، تمام، وكنت واخده معايا وفد من البنك المركزي ومن وزاره الدفاع والاستثمار والاسكان. لما بنتكلم مع الناس وبنشرح لهم، الناس غير انها احنا بنرد على استفساراتهم الخاصة بكل ملف متعلق بيهم في الخارج، هو بيشوف نموذج للمجتمع المصري، بيشوف الوزيرة قاعدة جنب ممثل الاستثمار، جنب ممثل الدفاع. انا بنقل له الصورة، احنا خلي بالك احنا عندنا مشكلة كبيرة جدا، احنا ما عندناش مادة اعلامية موجهة للمصريين في الخارج. المصريين في الخارج بياخدوا كل بياناتهم من مواقع التواصل الاجتماعي او من التوك شوز، انما احنا ما عندناش رفاهية ان احنا نقول له اللي بيحصل. عشان كده دورات الأمن القومي اللي بعملها مع وزارة الدفاع، كل سفرياتي، كل تواصلي مع المواطنين في الخارج، ده فيه طبعا تغيير للفكر. التحدي الآخر اللي حضرتك أو أنا أثرته بشكل غير مباشر، إن الكيانات المصرية بالخارج منقسمة متضاربة، فيهم أصحاب مصالح طبعا. كان عندك معركة شرسة معاهم، صحيح إن أنت انتصرتي فيها بحماسك وبخبرتك الدبلوماسية، لكن العلاقة عاملة ازاي؟ منهم عضو او رئيس لاحدى المنظمات قال انا ندمت ان انا طالبت الرئيس ان يكون لنا وزارة هجرة، واخر في نفس المؤتمر قال الغنى الوزارة خلاص احنا مش عايزينها. فعلا حصل مؤتمر مش لالغاء الوزارة ولكن لاقالة وزيرة الهجرة. احنا عندنا في مصر كيانات، سوري، ما عندنا كيانات في الخارج كثيرة جدا جدا جدا. انا ما عنديش مشكلة في الكثرة، انا عندي مشكلة ان احنا كلنا عمالين نتهم بعض في الخارج، وده ما يمثلنيش. والدرجات الاتهامات وصلت للتخوين كمان. فلما رجعت وزارة الهجرة انا قلت طالما في وزارة الهجرة لابد من تسجيل هذه الكيانات في وزارة الهجرة، لازم اعرف مين انا بكلم، مين وهذه الاتحادات، مين والجاليات، مين مش علشان كمان. لا 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 لا، مش علشان اعرف مين بيمولها واعرف كل القصص دي كلها،
اي حد في الخارج بيرفع اسم مصر، يعني النادي المصري، المؤسسة المصرية، لازم انا اعرف مين كدولة، مين ده لازم يتسجل عندي. ليه؟ لانه انا كوزيرة للهجرة او كوزارة للهجرة انا ما عنديش ادوات في الخارج. مين ادواتي في الخارج؟ هذه الاتحادات والجاليات، رغم ان انا دبلوماسية سابقة، انما انا اؤمن تماما بالدبلوماسية الشعبية. ممكن الدبلوماسية الشعبية دي تعمل شغل يضاهي الدبلوماسية الرسمية. حتى قيادة سياسية بتتوجه للدبلوماسية الشعبية طبيعي. وبالتالي في ناس من الكيانات اللي هي مش عايز اقول مش شرعية، ولكن مش عاجبها انها تتسجل، هي مش عايز تتسجل. ليه؟ معرفش، في اجندات خاصة، في ملفات خاصة، انا معرفش. انما كل اللي سجل عندي بتعامل معاه، اللي ما بيسجلش عندي خلاص انا ما اعرفش مين. يعني حدي لحضرتك مثال، لما كنا في قضيه ريجيني طلع رئيس الجمعيه المصريه الايطاليه، انا ما اعرفش مين ده، وراح صرح تصريح قال انه السلطات الايطاليه لديها ما يثبت تورط الداخليه المصريه في حادث ريجيني. مين حضرتك وجبت البيانات دي منين وبتقول ليه هذا التصريح في الخارج؟ عشان كده بقول خطورة هذا الموضوع. حدي لحضرتك نموذج مهم جدا، اما رحت السودان عشان الطلبة المحتجزين قلت طالما انا هناك اشوف وزير شؤون المغتربين السوداني، اشوف خبرته في هذا المجال ايه، هستفيد. لقيت انه ما فيش نادي سوداني في الخارج الا ما يكون مسجل في وزارة شؤون المغتربين السودانية. مش بس كده، كل شهر اخر كل شهر يدوا تقرير عن شغلهم للوزارة، اكتر من ذلك حاصرين نشاطهم على ثقافي واجتماعي فقط بدون سياسي. فاذا كوني ان انا كوزارة للهجرة اطلب تسجيل مش خطأ. طيب في سارة وهاجة وماجة ولا لوزيرة الهجرة وقالة وزيرة الهجرة، وفي تصريحات كتيرة جدا جدا طلعت، انما انا يعني مؤمنة ومقتنعة بالشغل اللي انا بعمله. مؤخرا عملت مبادرة للم الشمل، قلت لهم يا جماعة دلوقتي احنا قدام تحديات، ارجوكوا بلاش خلافات مع بعضكوا، مصر محتاجاكوا، انتوا خط الدفاع الاول لمصر. خلينا اقول بقى قانون الهجرة الى اين وصل. قانون الهجرة ده قانون اتعمل ايام الوزيرة السابقة ناهد العشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة. لما انفصل قطاع الهجرة عن وزارة القوى العاملة وبقى وزارة، التقيت باللجنة العليا لقانون الهجرة علشان نشوف ايه القانون ده بيكلم عن ايه. الحقيقة القانون كان فيه مواد يعني لغيتها، لان مواد بتتكلم عن الهجرة غير الشرعية، واحنا عندنا خلاص كان بيطلع قانون تجريم الهجرة غير الشرعية، فما ينفعش ان احنا نعمل ازدواجية. انما القانون ده بيعرف مين هو المهاجر وايه حقوقه وايه واجباته، حاجات تعريفية. قانون الهجرة طرحته على المهاجرين المصريين في الخارج، ما بحبش اقول مهاجرين، بقول ابناء الوطن، عشان يقولوا لي رأيهم في ملامح هذا القانون. وعملت ايضا استمارة استبيان عشان اقول لهم تحبوا القانون ده يكلم عن ايه، في ايه مواد احنا اخفلناه. وفعلا جات لنا ردود عن هذا الموضوع. ولكن قانون الهجرة انا عايزة ادخل فيه موضوع العربية، وعايزة ادخل فيه تنظيم الجاليات في الخارج، وعايزة ادخل فيه مكاتب الهجرة اللي موجودة في انحاء جمهورية تبقى تحت اشراف وزارة الهجرة، وعايزة ادخل فيه التأمين الصحي بتاع المصريين في الخارج. فعشان اخلص قانون الهجرة لازم اقفل كل الحاجات اللي هتطلع قانون الهجرة ده بشكل للمصري في الخارج يقول انا في قانون الهجرة انا عندي حق، يبقى لازم انفذ المطالب عشان احطها في القانون ويطلع القانون بالشكل اللي هو المصري منتظره. طيب كوزيرة قبطية حضرتك قلتي انك لجأتي وتعاونتي من خلال بروتوكول مع الدكتور علي جمعة للخطاب مع الناس وتوعيتهم بالهجرة الشرعية، وان عدم التعامل مع سماسرة البشر، وده فعل لفظ حقيقي يتقال على اللي بيتاجر باحلام وشباب بشر موجودين في مصر كل أمالهم ان هم يكون عندهم وظيفة او عمل او يحسنوا من مستوى دخلهم. خلينا اقول ان حضرتك ليك التصريح اثار الجدل، اتهاجمتي بسببه، وكنت بتقولي ان انا كوزيرة قبطية هستعين بالفنانين، هنشر الاسلام الوسطي ومش هستعين بالأئمة. السؤال ده مرفوض تماما جملة وتفصيلا، لانه انا ما
محبش انه في بداية السؤال حضرتك تقولي لي وزيرة قبطية، انا وزيرة مصرية في حكومة مصرية افخر ان انا ضمن هذه الحكومة وضمن سيدات هذه الحكومة. والحقيقة ان احنا نعيد ونزيد في حاجات من الماضي عشان ايه؟ اولا انا ما قلتش هذا التصريح وطلعت كذا مرة كذبته وانكرته. طيب هتنشر الإسلام الوسطي من خلال الفنانين والعلماء؟ مش هنشر حضرتك الإسلام الوسطي، وبقول لحضرتك هذا السؤال مرفوض. طيب التحدي اللي نبيلة مكرم ما قدرتش تحققه لحد دلوقتي أو وقفت عنده وقالت أنا يعني هتراجع؟ بصي أنا بالأساس رياضية، فأنا تربيتي وتكويني مش بيأس. طبعا بيجيلي أوقات كتيرة بأحبط، شيء طبيعي، انما تكويني وتربيتي مخلياني انه بالعكس لازم الواحد يفضل ورا الحاجة اللي هو عاوز يعملها عشان تفيد الاخرين. فالتحديات عندي من هنا لبكرة تحديات. لا كتير انت بدأ. انما الاحباط بالعكس بيزيدني قوة. اهم احباط كان بالنسبة لك ايه؟ طبعا الهجوم والاخبار الكاذبه، الحاجات دي بتجيب احباط شويه. بتبقي انت بتشتغلي وعايزه تطلعي الوزاره دي من العدم وتلاقي ناس بتهاجم او ناس بتتكلم، بيجي لي احباطات طبعا. انما اتعودت، انا دلوقتي بقالي يعني اهو سنه وشهرين في الوزاره. خلاص الاول كنت بستغرب شويه من اللي بيحصل وبيجي لي احباطات كتير، انما خلاص يعني اخدت الحقنه. طيب خلينا ناخد منك احنا كمان حقنه للتفاؤل بمصر تستطيع. كان تحت رعاية القيادة السياسية وده كان أكبر يعني إنجاز تم خلال هذا المؤتمر. إيه اللي شفتيه من مصر تستطيع ورؤيتك بعد ما تعاملتي مع كل هذا العدد والكم من علماء وعقول مصر المهاجرة؟ شايفة إن في أمل وإيه الإنجاز اللي تم على أرض الواقع بعد المؤتمر؟ الشغل اللي اتعمل في هذا المؤتمر كان كبير جدا فوق ما تتخيل. يعني ان احنا نلم العلماء ونقنعهم بالنزول ونشتغل مع 18 وزارة ونشتغل مع شباب، واول تعاون ما بين وزارة وما بين مؤسسة اعلامية ما حصلش قبل كده. عناصر كتيرة جدا جدا كانت داخلة في المؤتمر ده، انما الحمد لله نجحنا ان احنا نبرزه بهذا الشكل. نتائجه الحمد لله جميلة جدا، وفي توصيات وزارة الهجرة شغال عليها. كل عالم الحقيقة زاد أيضا تحمسه بعد لقاء السيد الرئيس. يعني هو كان جاي طبعا فخور وانبسط من تنظيم المؤتمر وانبسط أيضا من ورقة البحث اللي هو قدمها وتفاعله مع سواء الطلبة المتفوقين أو شباب العلماء أو الوزارات المعنية، في وزراء آخرين كانوا قاعدين، إنما زاد تحمسه بعد لقاء السيد الرئيس. فعندي ملف بشتغل مع كل عالم بشكل فردي عشان كل واحد رجع بلده دلوقتي وبيقولي أنا جاهز بهذه الحاجة، فلازم أخد الحاجة دي وأتعامل مع الوزارة المعنية. عشان أنا قلت لهم في المؤتمر القادم كل واحد منكم هينزل قبل افتتاح المؤتمر القادم ويقول عمل إيه لمصر. غير كده بشتغل دلوقتي أيضا على إنشاء مؤسسة علماء مصر في الخارج برئاسة الدكتور مجدي يعقوب. المؤسسة دي هيبقى ليها مجلس تنفيذي، هنختار أنا ودكتور مجدي ورئيس أكاديمية البحث العلمي النماذج والكوادر عشان المؤسسة دي تتابع التوصيات وتبقى هي حلقة الوصل وتبقى لإنشاء قاعدة بيانات للعلماء في الخارج، وأيضا علشان نجيب منح تدريبية ومنح تعليمية لشبابنا في الداخل. الرسائل المباشرة للمصريين في الخارج هتختلف لما نكون بنتكلم على دول خليج ولا دول عربية ولا المصريين في دول أوروبية؟ هو طبعا أنا في حديثي مع كل شريحة من أبناء الوطن في الخارج حسب مناطق تجمعهم بتختلف. يعني أنا لما أكلم المصري في أستراليا غير لما أكلم المصري في أمريكا، غير لما أكلم المهاجر غير الشرعي في إيطاليا، غير لما أكلم الخليج. إنما كلنا مصريين. غير الرسالة، أنا عايزة أطلب طلب. الرسالة بتاعتي أو الطلب بتاعي للمواطن في الخارج إنه مش عايزة أي حد مصري في الخارج يتكلم على مصر بالسلب نهائي. يعني إحنا عندنا تحديات وعندنا مشاكل كبيرة جدا جدا جدا، ولكن نتكلم فيها مع بعض. إنما ما ينفعش يبقى أنا مع زميلي في العمل ويقول لي ده في مصر سمعنا كذا، فأنا أقول له ده الموضوع كذا وكذا. دايما بقول المصريين في الخارج خط الدفاع الأول في الخارج، عشان كده
وده اللي انا قلته امبارح للطلبه بتوع اكاديميه مصر العسكريه، قلت لهم عايزاكوا اسود في الخارج، بمعنى انه ما حدش يتكلم على البلد وتسكتوا. الولاد اللي نزلت كلهم على الفيسبوك بتاعهم بينزلوا شافوا ايه في مصر وبيكتبوا ازاي ان مصر امنه، هم بيروجوا لنفسهم. عشان كده انا عملت مصر تستطيع للعلماء، والمؤتمر الجاي ان شاء الله هيكون عن منظومة التعليم، انما في موضوع مهم جدا انا عايز اعمله، وهو مؤتمر عن المصريين العاملين في وسائل الاعلام الاجنبية. كل واحد مصري او من اصول مصرية موجود في اي شبكة اعلامية في الخارج ده لازم ينزلي، لانه دول خط دفاع اخر احنا مش واخدين بالنا منه. صحيح. اتكلم معاه ووريله ازاي البلد امنه، ووريله جيش البلد بيعمل ايه، ووريله التحديات اللي احنا بنواجهها ايه. حتى لو سياسات القنوات الاعلاميه اللي بيشتغل فيها هتكون على خط مختلف، احنا مش بنعرف نسوق بلدنا في الخارج. عشان كده ببتدي من الجيل الثاني والثالث، لان دول اللي اتولدوا في المجتمع الغربي واللي يقدر يقنع صاحبه ويقدر يكلم مع صاحبه حتى لو بأدوات بسيطة زي السوشيال ميديا. عشان كده فكرت في المؤتمر ده ان انا اجيب كل واحد شغال. انا ما روحت استراليا، اكبر شبكة اعلامية في استراليا SBS، مين ملكها؟ مصري. دي رسالة المصريين في الخارج، رسالة المصريين في الداخل. رسالتي للمواطن في الداخل، اشتغل مع حكومتك ومع القيادة السياسية. معالي الوزيرة، زي ما حضرتك قلتي، وهنضم صوتنا لصوتك ونتكلم على ثقافة العمل، وزي ما سيادة الوزيرة بدأت في ملفات كتيرة، متوقعين إن شاء الله إن الأفضل قادم مدام التفكير ناحية اتجاه إيجابي للبلد وللمصريين في الداخل والخارج. فعلا زي ما سيادة الوزيرة بتقول وبتقوم على أرض الواقع، مصر مش بس تستطيع، مصر تستحق. بشكرك سيادة الوزيرة على وجودنا معاكي، وبشكركم المشاهدين الكرام.